ملف كل بيت مصري مع ضيفي الكريم دكتور ابراهيم عشماوي. العيش، الزيت، السلع التموينيه عندنا قد ايه؟ طب ليه لجأنا للمنظومه الجديده بتاعت العيش؟ هل ده معناه عندنا ازمه ولا احنا بنعمل تنظيم معين؟ وهنتكلم اكيد على المؤتمر الصحفي اللي عمله رئيس الوزراء النهارده دكتور مصطفى مدبولي، هنتكلم في تفاصيل كثيره، حتى كمان هنتكلم عن الاقتصاد لان دكتور ابراهيم كمان استاذ اقتصاد معروف. لكن خلينا نتكلم الاول على الجزء الرسمي الخاص ب التموين ووزارة التموين ومنظومة الخبز. أولا تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. خلاص يعني بدأنا احنا أهلا رمضان باستعدادات تسبق رمضان بثلاث شهور، والحقيقة زي ما حضرتك ذكرت هناك استعدادات مكثفة بدأت لأول مرة قبل بداية موسم رمضان. يعني معارض أهلا رمضان دايما بتبدأ في الأسبوع ما قبل رمضان، المرة دي احنا بدأنا الثلاث شهور مراعاة للظروف الاقتصادية واحتياجات الأسرة المصرية، وبالتالي بنستهدف ما يتعدى 200 معرض على مستوى الجمهورية. نعم. أسعار الحقيقة تقل عن مثلها في الأسواق الحرة ب 30%، بعض الأشياء زي ما حضرتك تابعت قبل كده أمس وأول أمس أسعار مثلا الدواجن ب 65 جنيه الكيلو الدواجن المجمدة، لو اتكلمت على نص كيلو اللحوم البرازيلي ب 60 جنيه، لو اتكلمت على السوداني ب 135 جنيه الكيلو، لو اتكلمت على البلدي ب 150، لو اتكلمت على الضاني ب 165، لو اتكلمنا على الزيت ب 35 جنيه الزيت ال 800 جنيه المخلوط. يعني تخفيضات كبيرة. صحيح. هرجع أتكلم على أهل رمضان، هديله يعني حيز لوحده، ولكن عايز أبدأ من منظومة العيش. فجأة لقينا ناس عادي بتشتري وتروح وتشتري، مواطن عنده بطاقة تموين 60 مليون ولا حاجة أو أكتر من هذا الرقم، ومواطن آخر بيروح يشتري. فالنهاردة وزارة التموين قالت لنا لا، إحنا عايزين نعمل منظومة جديدة، هتروح تشتري كارت وتشحنه وتشتري بيه. إيه بقى الحكاية؟ إيه الفكرة؟ وليه؟ طيب خليني اقول لحضرتك احنا عندنا منظومة خبز منضبطة جدا. من هم تحت مظلة التموين من السادة المواطنين؟ 72 مليون مستفيد من سلعة الخبز و64 مليون مستفيد من السلعة التموينية. نعم. لدينا ما يقرب من 32 سلعة تموينية. نعم. طيب كل مواطن له 50 جنيه في الشهر. نعم. تمام. فالأسرة المكونة من أربعة ليها 200 جنيه في الشهر سلع تموينية. نعم. غير الخبز. وتوجيه فخامة الرئيس في الفترة السابقة على أساس أن يكون هناك استفادة أكثر بعد الزيادات السعرية التي طرأت على مستوى العالم ووصول التضخم ل 21.5%، فالأسرة المكونة أو البطاقة المكونة من أسرة واحدة بتتحصل زيادة عن اللي أنا ذكرته ب 100 جنيه، والبطاقة اللي عليها أسرتين 200 جنيه، والبطاقة اللي عليها ثلاث أسر وأكثر 300 جنيه، فدي إضافات الحقيقة جيدة للغاية. فالنهاردة منظومة الخبز منضبطة، إحنا بننتج تقريباً كل يوم 275 مليون رغيف، يعني في السنة بننتج 100 مليار رغيف سنوي. الرغيف بيكلف الدولة، مكونات الرغيف من غاز وخلافه بتكلف الدولة 90 قرش، وبيقدم للمواطن بخمس قروش، فكل رغيف عليه دعم 85 قرش بعد الزيادات السعرية وتحرير سعر الصرف، وأصبح عندنا سعر صرف مرن. كان الدعم المخصص للخبز 51 مليار، أصبح النهاردة بعد تحرير سعر الصرف، بعد زيادة سعر طن القمح عالميا، أصبح تكلفة الدعم للخبز 90 مليار، من 51 مليار ل 90 مليار. نعم. طيب الدعم كله في موازنة الدولة كان 321 مليار، ثم سلع أصبح وخبز ده كله بقى كله ومحروقات وخلافه، يعني منظومة الدعم على مستوى الدولة كلها كانت 321، ثم قفزت ل 354 مليار السنة الماضية. السنة دي أتصور إن هي هتتعدى ال 400 مليار وأكثر في الموازنة الجديدة؟ نعم، أكثر من 400 مليار؟ ده موجه لدعم الدعم محروقات كله وغذاء
وخلافه وشرائح الكهرباء المختلفة كله. فانت بتتصور انك انت لو تبص على الايرادات يا احمد بيه والمصروفات، ايرادات الدولة كانت كام؟ 1.2 مليار، يعني اقدر اقول تريليون. ان اسف تريليون يعني اقدر اقول ان اكتر من 30% من ايرادات الدولة بتوجه لمنظومة الدعم. الدعم الغذاء يمثل اكثر من تلت اجمالي الدعم. يعني لو بتحدث عن دعم مثلا بتكلم على 400 مليار، فهتلاقي ان دعم المنظومة التموينية الغذائية يصل الى 150 مليار جنيه سنويا. طيب احنا من متابعتنا للاسواق لقينا ان سعر الخبز بدأ في التنامي، بتلاقي في الحر، بتكلم على الخبز سياحي. الحر السياحي الافرنجي بقى ايه، كان الاول ايه، بيزيد من جنيه جنيه وربع جنيه ونص 2 جنيه. نعم. ورصدنا بعض الاماكن باتنين جنيه ونص الرغيف، الرغيف باتنين جنيه ونص. طيب وفي بتلاتة جنيه بالمناسبة، ممكن يكون في السوق حر وعرض وطلب. رغيف عيش بتلاتة جنيه. طب واحنا بنبيعه بكام؟ رغيف عيش بتلاتة جنيه واحنا بنبيعه بشلن، وانت بتبيعه بشلن مش كده؟ طيب اصغر شوية بس ايه، خلي بالك بشلن. طيب كويس، مش مختلفين. انا عايز بس اوصل لحضرتك لنقطة عشان كمان مهمة يعني. جدا ايه هي؟ ده الجنيه بيجيب 20 رغيف. طلع لي النهارده الجنيه بيجيب 20 اي منتج. نعم. مش كده؟ ولا حاجه. يبقى اجمالي الدعم الموجه لصالح المواطن، وده حق المواطن. ايوه. لا حد يقدر يقول صح ان احنا، لا ده حق المواطن صح ان هو يتحصل على 5 ارغفه بخمس قروش. وفي ناس ابتدت تزايد، قال لك الله هي الدوله عايزه يعني تغير في سعر. احنا بنقول بالفم المليان ليس هناك اي تغيير في سعر الرغيف في هذا الوقت، تمام؟ طيب الزيادات السعريه اللي طرقت على العيش الافرنجي، ايوه، ابتدينا ان احنا نلاحظها. طيب في ناس كانت دايما تشتكي خارج منظومه الدعم، يا جماعه انتم ما بتدونوش العيش البلدي ليه؟ التمويني. لان القيمه الغذائيه بتاعته افضل بسبب الرده مش كده؟ وفي نفس الوقت ان الطعم او المذاق بتاعه افضل من الاخر. فقلنا طيب بنشوف التجربه دي وازاي ان احنا نقدر نبيع ونطرح الخبز البلدي مثيل التمويني حر باسعار نفس قدر سعر التكلفه او اكثر قليلا. الرغيف بيكلفني 90 قرش، طب انا لما ابيعه ب 90 ولا ب 92 ولا ب 95 ولا حتى بجنيه مقابل كام؟ 2 جنيه و2 جنيه ونص وجنيه ونص. يبقى انا اتحت للمواطن من الشريحه الوسطى وفوق الوسطى سلعه ذات قيمه غذائيه عاليه ذات مذاق جيد جدا افضل من المذاق الاخر، وبالتالي قدرت ان انا اخفف من وطئه المواطن في الحصول على الخبز. وليس هناك تمييز، خبز التمويني موجود والخبز الاخر موجود، وده متاح وده متاح. طيب لما اجي ابص على الشريحه اللي هي بتتحصل على الخبز الافرنجي تمثل قد ايه؟ كام؟ مصر كلها بتنتج في اليوم 300 مليون رغيف. 270 مليون 300 مليون ولا كله؟ كله على بعض 300 مليون. احنا بنتج كام؟ 275 مليون. يعني كل اللي بينتج في اليوم لباقي الشرائح الاخرى خارج المنظومه التموينيه 25 مليون. 25 مليون مقابل 275 مليون. طيب احنا بالنسبة لنا ده مهم جدا ان الاسعار تنخفض، ان الدولة تتدخل بأدواتها وآلياتها عشان تخفض الاسعار، مش فقط في المنظومة التموينية ولا فقط في المواسم، انما على مستوى طب انا هزف لحضرتك خبر اخر جاي، احنا بنتكلم على الاعلاف مش كده؟ ايوه. وقلنا شوف بقى اسعار الاعلاف وصلت لكام، طبعا وصلت واللي كام. هي من الصويا و صح مش كده، والذره الصفراء. طيب احنا بقى هنطرح كوزاره ايوه بالتنسيق مع البورصه المصريه للسلع لطرح الذره الصفراء والصويا على منصه البورصه المصريه للسلع، زي ما طرحنا القمح لغايه النهارده كان عندنا جلسه أيوة. في بورصه السلع احنا عندنا في الاسبوع جلستين الجلسه بتبدا من الساعه 2 للساعه 4 نعم. بتخش هيئه السلع التموينيه كبائع للقمح الروسي او القمح الالماني. باعوا ايه النهارده؟ النهارده بعنا 20,000 طن كان الطلب كام بقى من 72 مطحن
26,000. فالسوق ابتدى يقرب. وبعتوا 20، بعنا 20,000 طن ب 10,500. عارف طن كان بيتباع بكام بره؟ ب 14,000. احنا بنبيع ب 10,000 النهارده، بعتوا ب 10,000 10,500 و500. فانت بتتدخل بدل 14,000. ايوه كان ب 14,000. طيب يبقى اذا الدوله تتدخل بادواتها والياتها بما يتوافق مع اقتصاد السوق الحر لتقديم سلعه ذات جوده باسعار منضبطه. هعمل ايه في الذره والصويا؟ هعملهم كده؟ هنعمل كده من امتى؟ ان شاء الله قريبا جدا. انا اول مره اقول الكلام ده في الاعلام. فباخص قناتكم الغراء بهذا الخبر. ان شاء الله قريبا جدا هيكون هناك الذره الصفراء والصويا بيتم طرحهم على المنصه الالكترونيه للبورصه المصريه للسلع. تدخلت هيئه السلع التموينيه كبائع، هناك طلبات، عاملين حصر من واقع السجل التجاري. كام شركة بتشتغل في نشاط الدواجن وتربية الدواجن النهاردة؟ 27,000 شركة. كم؟ 27,000 شركة. 27,000. نعم برضو شركة. بخص حضرتك بالرقم ده، بس خلي بالك السوق بقى فراجمنتد. يعني ايه؟ بتلاقي ان 90% من الشركات الشركات الصغيرة و10% فقط اللي هي الشركات ذات الملاءة المالية ورأس مال كبير. لا بس رقم 27,000 شركة. نعم ايا كان صغير وكبير في الاخر في ما بين شركات مساهمة وشركات افراد وخلاف. دول كلهم بيشتغلوا في الدواجن؟ نعم. تشوف بقى كام المنظومة دي عاملة ازاي. احنا عندنا كام شركة في مصر؟ عندنا 5.6 مليون شركة على مستوى الدولة المصرية. كل الشركات اجمالي عدد الشركات. مش كده حضرتك كنت بتتكلم بالامس على كمان المبادرة بتاع التوطين؟ نعم. عشان تجارة التجزئة وال 400,000 متجر ان هم يكونوا معانا المرحلة الأولى ده صحيح. فشوف انا بقول لحضرتك قد ايه الدولة المصرية كبيرة، عدد الشركات اللي عندك، رؤوس الأموال. لما اجي لك عشان الذرة والأعلاف ده هيعمل لي ايه للسوق؟ زي ما عملنا في القمح. في القمح هيحصل ايه؟ وبالتالي أسعار، وبالتالي أسعار الدواجن تبدأ في الانخفاض. أسعار بيض المائدة يبدأ في الانخفاض لأن مدخل المنتج نفسه انخفض. انخفض فبالتالي هيكون له عائد. محدش يبقى له حجة. لا خلاص، ما انت وفرت. الدولة دخلت من خلال آلية تتعلق بيه. ليه ما تقدمتوش من بدري الحكاية دي؟ بصراحة في بيبقى ترتيبات. ترتيبات لأن ايه؟ لأن احنا بنستورد. ناس عمالة احنا بنستورد يا أحمد بيه. الذرة الصفراء بتستورد، ما انا عارف 80% من الاستهلاك مستورد. الصويا 95% مستورد. فالتدبير الموارد الماليه النهارده زي ما حضرتك واتكلم السفير نادر سعد على ان الدوله تدخلت واصبح حجم البضاعه في المواني لا يتعدى 2.3 مليار دولار بعد ما كانت 14 وشويه مليار دولار. الصادرات النهارده زادت مش كده؟ نعم. من 45 مليار ل 53 مليار دولار بزياده قدرها 15%. نعم. طيب مدخلات الانتاج مهمه وعشان كده الدوله تدخلت، البنك المركزي والقطاع المصرفي. وانا بقول لحضرتك احنا عندنا الحقيقه قطاع من اكفأ القطاعات على مستوى الشرق الاوسط، القطاع المصرفي، ان هو قدر يدبر هذه الامور لخروج هذه المتاخرات من المواني. مش كده بس، كمان ان ابتدت القطاعات الاخرى اللي بتساهم في الدخل الدولاري تتنامى. السياحة، قناة السويس، تحويلات المصريين في الخارج، الصادرات، هم دولة المصادر الرئيسية للدولار. ابتدت تشهد في الانتر بانك بالامس. نعم. ما يقرب من 850 مليون دولار في الانتر بانك. طب الله، اذا اصبح هناك حراك لحل الازمة الاقتصادية ولحلحة الامور. فدي كلها نقاط ايجابية. هنتكلم على ده، لكن المواطن النهارده عشان كارت ايه موضوع الكارت؟ ايه بقى الكارت؟ قلنا طيب إيه الكارت؟ احنا عندنا ما يقرب من 30 مليون مواطن خارج منظومه الدعم اللي احنا بنستهدفهم، اللي هم خارج المنظومه، خارج اللي المنظومة. احنا عندنا في منظومه دعم الخبز 72 مليون، يبقى برانا 30 مليون. وطبعا في اطفال و و و في في النسبه ديت. طيب ازاي نوفر للناس ديت هذا الخبز بهذا السعر؟ قلنا طيب يبقى في كروت ائتمان وفي كروت او بطاقات مسبوقه الدفع. واللي ما عندوش بطاقه مسبوقه الدفع ممكن يروح يعمل بطاقه مسبوقه الدفع. الحقيقه الدكتور شريف فاروق كنا بنتكلم معاه
رئيس هيئه البريد، التكلفه 30 جنيه عشان تعمل بطاقه الكارت. الكارت 30 جنيه وتشحنه باي مبلغ انت عايزه. ولو عندك بطاقه ميزه تمام ممكن تروح تشتري بيها الخبز. فهي تجربه جديده. ليه التجربه جديده؟ لانك انت بتحاول توفر سلعه عليها طلب كبير بسعر منضبط. مع الزيادات السعريه اللي حصلت في اشياء كثيره، تضخم النهارده بنتحدث عن 21.5. فبالتالي ان الدوله تتدخل بادواتها الاقتصاديه، خلي بالك دايما الدواء من صنف الداء. فلو المشكله اقتصاديه تتعاطى معاها بشكل اقتصادي. فبالتالي لما لقينا هناك زيادات سعريه غير مبرره في سلعه استراتيجيه اسمها الخبز البلدي، قلنا لا نتدخل ونطرح هذا الخبز اما بسعر التكلفه او اكثر قليل. عشان كده ما تدخلتوش لفرض تسعيره او سعر. لا ليه؟ فكره التسعيره الجبريه هي الحقيقه يعني من نظم اقتصاديه انا اتصور ان عفى عليها الزمن. انما ممكن تضع ان ولو في ظروف زي مدى سعري استثنائيه، ظروف حتى استثنائية. لو انت عندك ظروف استثنائيه ممكن تعمل مدى سعري، تعمل تسعيرة استرشادية. تسترشد بأسعار السلع لما السلع تخش على البورصة، يبقى عندك كده شفافية تامة، السلع بتشتغل ازاي، الأسعار عاملة ازاي، يبقى عندك استرشاد بالأسعار عن طريق البورصة المصرية للسلع. وأنا بقول لحضرتك إن شاء الله بنهاية 25 هتكون بورصة المصرية للسلع من أكبر، إن ما كانتش أكبر بورصة مصرية للسلع على مستوى الشرق الأوسط. طبعا اكبر بورصه في شيكاغو. اما تبص النهارده على حجم التداولات بتاعت الاقماح النهارده بنتكلم على مئات الملايين، ده في سلعه واحده. تخيل لما ندخل بعد كده القطن، لما ندخل الرز، ندخل القطن كمان ان شاء الله، والحديد والرز والذهب والذهب والزيت مش كده. نعم. والصويا. نعم. والذره الصفراء. نعم. مش كده؟ فاحنا ان شاء الله بنستهدف هذا العام ان يكون هناك أكثر من 7-8 سلع بيتم تداولها على المنصة الإلكترونية للبورصة المصرية للسلع، اللي هي أداة رئيسية في ضبط الأسعار والاسترشاد بالأسعار. طيب احنا بنقول النهاردة الهدف من الإجراء الجديد الخاص بالتموين والعيش لل 30 مليون ما هم خارج منظومة الدعم، إنه الهدف إن أنا أديله عيش، ياخد عيش بسعر مناسب، بسعر منضبط. أيوة. منضبط بسعر عادل بدل الزيادات الغير مبرره. انا قلت لحضرتك النهارده كده انت بتضرب الافران الفرنجي او السياحي؟ لا بالعكس خالص، ما بتضربهاش. هو زي ما السوبر ماركت اشتغل والهايبر في ماركت في تنافس يعني؟ طبعا. هو البقال قفل؟ لا، مش في سوبر ماركت وفي هايبر ماركت وفي حاجات يعني الافران السياحي شغال اشتغل، بس هيضطر ينزل بالسعر. بالظبط. يبقى هيضطر طبعا، ما هو السلعه ديت بالمنظومه دي هيضطر. بالظبط. بأدوات السوق. صح؟ مش كده؟ العيش هنا ايه؟ وزنه ايه؟ اللي هناك أكتر ولا هنا أكتر؟ لا لا لا، هو هو 90 جرام الوزن. أيوة. والقطر بتاع الخبز 19 سنتي ل 20 سنتي. زي السياحي. طبعا. لا دكتور إبراهيم. أيوة زي السياحي. زي السياحي. أيوة. بدل 2.3 أو 2.5 جنيه. أنا ما شفتش أبو 5 جنيه ده. لا معرفش. أنا ما شفته ب 2 جنيه ونص. 2.5 لا، وفي 3، أنا قلت وفي 3. ف 2 جنيه ونص وأنت هاخده ب 90 او 92 مثلا قرشاً. الدوله عايزه بس تتدخل بشكل استثنائي منضبط في ظل هذه الظروف، ولكن باشكال منضبطه. هل العيش ده عليه اضافات بطاطا زي ما كان قبل كده في تجربه ولا لا؟ لا خالص. لا لا. بص يا فندم. أيوة. الميزه دايما في الخبز البلدي تلاقي ناس كتير قوي من الاصدقاء يقول ايه يا دكتور احنا عايزين العيش بتاع التموين. طب ليه؟ دول الناس اللي هم خارج منظومة الدعم وناس من الاثرياء. نعم. يعني اقول له ليه؟ نعم. يقول طب طلع لي بطاقه. اقول له ليه؟ يقول عشان العيش. العيش. العيش ليه؟ لان القيمه الغذائيه افضل من دوكهما. نعم. ها والمذاق افضل من السياحي، من الدوكهما. السياحي تقصد حضرتك. مش كده؟ فهنا فبالتالي فبالتالي انت بتوفر المواطن سلعه متميزه، المواطن اللي هو كان محروم من هذه السلعه من حيث المذاق ومن حيث ما كانش بيعرف يجيبها، لانه مش عارف يجيبها، مش عارف يتحصل عليها. مش كده؟ بس هل بياخدها من الفرن البلدي؟ فرن اللي هو ايوه بروح احنا له. احنا عندنا 33,000 مخبز، بس ده مش شغال طول الوقت، بيشتغل فتره الصباحيه على حسب الكميه اللي عنده. احنا بنحسبها ازاي يا احمد بيه؟ بنقول المخبز ده بيخدم كام فرد
في منظومة الدعم. ده بيخدم 100، ده بيخدم 500، بوفر له الدقيق على قدر العدد تحت مظلة الدعم. هيزيد زي ما كنا لسه بنتكلم. يبقى لما يبقى عنده من الكارت بقى، لأن الكارت ده مربوط إلكترونيا وعنده مربوط الكارت ده هقدر أعرف من المخبز ده ضرب كام رغيف النهاردة، حر النهاردة. وده اللي بيحصل في المنظومه التموينيه. هيبقى باين طبعا الدعم حاجه والحر حاجه. بالظبط، انا فرق بين ده وما بين ده. فانا ايه اللي هيحصل؟ هبقى عارف اتضرب كام عيش تمويني تحت مظله الدعم وكام عيش تمويني خارج منظومه الدعم. لان النهارده اللي حصل في التحول الرقمي ده بفلوس وده ببلاش. لا بالظبط، هي كده. طبعا ده بفلوس وده ببلاش. انا لسه كنت بقول للاحد الضرب ده ايه والضرب ايه. طبعا هو الجنيه بيجيب كام رغيف تمويني تحت مظلة الدعم؟ 20. ما انا بقول لحضرتك اديني مثال على جنيه بيجيب 20 اي حاجه. نعم، وهيفضل وهيبقى. ايوه، اقول تاني وهيبقى. لا، ليس تفضلا تمام، انما التزاما بما يحدث من اقول ايه تحديات على مستوى ومش بتمهده لاي حاجه خالص خالص خالص. يعني في الملف ده بالذات اللي هو ايه، لا كلنا ملتزمين. طب انا هقول لحضرتك، الاسعار العالميه لما زادت في الزيوت والاقماح وغيرها، اسعار الشحن والنقل والنولون، هل تم تمرير هذه الزيادات على المواطن المصري؟ لا. تحملته ايه في الجزء ده؟ 80%. الزيت كم؟ 80%. الزيت ده انا بتكلم في المطلق. مطلق. لا، الزيت لو نيجي نتكلم على الزيت، انت عندك الزجاجه ال 800 مللي بتباع بكام؟ كام؟ 25. في اهلا رمضان بتتباع بكام؟ كام؟ 35. نعم. بتتباع بقى في السوق الحر بكام؟ حاجه و40 وخلافه. نعم. فانت بتوفرها للمواطن. طن الزيت زاد من 720 دولار الى 1500 دولار بالطن، يعني تضاعف. يعني لو انا مشيت بالحسبه بسيطه بالبلدي كده، اروح ضارب ايه؟ سعر الزجاجه في 2. ده ما حصلش. اللي ب 25 كانت تبقى هتبقى كانت بخمسين. لو انا طبقت الحساب بشكل مبسط، لو انا مش بدعم، لو انا مش بدعم، يبقى انت بتكلم على السعر العالمي. بدل ما هي ب 25 انت بتروح على الحر. بتشتري بكام حضرتك؟ بتشتري بكام؟ حاجه و40 وب 50. نعم، دي مثيله لدي. ما عملتش ده. الدوله نعم تحملت. المواطن هيفضل طبعا يشتكي لان حصل زيادات سعريه في كافه الاشياء. نعم، التضخم زاد. نعم، بس ما تبقاش انت والسلع كمان تزود عليها. مش كده؟ نعم. فعشان كده بقول ان الدوله امتصت او احتوت 80% من الزيادات اللي حدثت عالميا. لان احنا يا احمد بيه حضرتك بتقول لي نسبه. طبعا الدوله تدخلت في المية بتحمل 80% من الزيادات السعرية التي طرأت على السلع في العالم تحملتها الدولة المصرية بصدر رحب، ومررت فقط ما لا يتعدى 20% في إجمالي السلة السلعية اللي بتهم السواد الأعظم من لما نيجي نتكلم ونتكلم على بريطانيا ولا ألمانيا ولا النمسا ولا يقول لك ويا سيدي وانتوا بتخوفونا يعني. والله ما دول بياخدوا فلوس قد كده، هو ايه كل عمالين تتكلموا على بره يعني؟ ايه بره؟ بره ماله ومالي؟ لا معلش، انا ليه بطرح؟ لانه ده كل من يقول لك ماليش علاقه ببره، قال ليه علاقه بمصر. رد حضرتك ايه؟ مصر مرتبطه بالسوق العالمي زي ما قلت. الزيت احنا حضرتك بنستهلك، مصر كلها بتستهلك ما يقرب من 2.4 مليون طن زيت سنه. تاني، مصر كلها تحت منظومه الدعم وخارج منظومه الدعم 2.4 مليون طن زيت سنه. 97% من الزيوت مستورده. أقول تاني، 97% من الزيوت مستوردة. يبقى أنت تحملت هذه الزيادة السعرية نيابة عن المواطن بسبب القفزات التي حدثت. نعم. بص حضرتك، إزازة الزيت في بريطانيا، في ألمانيا حطوا كوتا، حد للمستويات الشرائية. الأسرة بتاخد إزازة واحدة في ألمانيا. مش كده؟ نعم. أنا قعدت في بريطانيا سنوات كثيرة. نعم. تمام؟ بص اللي بيحصل في السوق البريطاني النهاردة. نعم. متوسط الزيادات السعرية في الزيت بقت 120%. تاني، متوسط الزيادة السعرية في الزيت في بريطانيا 120%. طيب انت عندك زاد حاجة؟ ما زودتش. بصدر رحب تحملت هذا الأمر، ولكن هذا الأمر من موازنة الدولة. نعم. زي ما ذكرت الدعم هيصل إلى ما يتعدى 400 مليار، يعني تلت إيرادات الدولة ستذهب
كان الأول بنتكلم 20 و25%، دلوقتي تلت إيرادات الدولة ستذهب إلى الدعم للحفاظ على المواطن المصري ضد تقلبات الأسعار العالمية. بصراحة قعدنا كل السنين دي نجيب كل حاجة ليه من بره؟ ليه؟ هتقول لي سبب، قول لي سبب. طيب. ليه أنا شخصيا وللسادة المشاهدين إنه كل حاجة الزيت 98%، مش عارف بجيب إيه من ذرة إيه، بجيب قمح إيه، إيه اللي حصل والتغير اللي بيتم النهاردة على الأرض؟ حد حضرتك مثال اللي أكتر سلعة تداولا واستهلاكا؟ نعم القمح. نعم مصر كلها بتستهلك سنويا 23 مليون طن قمح. تاني بنستهلك سنويا 23 مليون طن. ال 100 مليون الشعب كله بالظبط. كويس. طيب منه قد ايه محلي على ارض مصر؟ محلي 10 ولا 9؟ من 10 ل 11. ل 11. طيب عشان ترتقي من 10 ل 11 ومن 9 ل 11 مليون طن، عملت ايه؟ عملت زراعات تعاقديه. نعم. حفزت المزارع من خلال الاردب اللي زاد من 1000 جنيه ل 1250 جنيه النهارده. تمام. بتعمل زراعات تعاقديه، بتتوسع في زراعات القمح، بتزود اجمالي انتاجيه الفدان من الاقماح، بدل ما يدي مش عارف 20 اردب يدي 30 اردب. فاللي انت بتعمله من بقول هندسه زراعيه لزياده الرقعه، جيفن ان الميه عندك طبعا ثابته مش كده، فانت بتحاول في ظل هذه الظروف انك تزود انتاجيه الفدان، ده رقم واحد. نعم. تتوسع في الزراعات التعاقدية لهذه السلعة. انت بتستهدف انك تصل من 60 ل 65% محلي. محلي احنا عندنا النهارده من احتياجاتنا من القمح بالظبط احنا عندنا 45. احنا عندنا 45% آه. انت عايز توصل لكام؟ 65. يعني عايز انك انت ترتقي بهذه المنظومة الى 65. تمام. وده لن يتأتى من خلال الا من خلال قد ايه؟ انا بتكلم على 3 سنين. 3 سنين وده شيء جيد جدا. نعم. لانك انت خلال السنوات الماضيه قدرت انك انت تعمل نسبه اكتفاء ذاتي جيده. اوفر كام؟ بالدولار؟ دولار. لا انت هتوفر لك مش اقل من 4 مليار دولار ل 5 مليار دولار كل سنه. طبعا. اه مش كده بس، انا ازيد حضرتك من الشعر بيت. انت كان عندك القمح الفاقد والهالك بتاعه سنويا 7 مليار جنيه. عشان ما كانش عندك صوامع تقدر ان هي تخزن. كان عندك شوان ترابيه. صح. مش كده؟ كان بتاكل الطيور بتاكل القوارض وقت، فانت كنت بتدعم الغربان والعصافير وخلافه ومعرض كان عندنا في البلد كده مش كده؟ دلوقتي انت عندك تودي ومرمي. صحيح ومرمي. مرمي. طب دلوقتي انت عندك 75 صومعه حكوميه بساعات تخزينيه 60,000 طن و90,000 طن و120,000 طن، بقى عندك قدرات تخزينيه ارتقت من 1.2 مليون طن ل4 مليون طن، ده غير الهناجر والبنات. فبالتالي انت كنت ممكن تستورد القمح او تنتج القمح ولكن كله ايه؟ فاقد. ال 1250 جنيه النهارده المزارع هيستقبلهم ازاي؟ انا يعني قبل ما اجي لحضرتك كده عملت كده استقصاء سريع. انا شايف ان هو يعني امر متميز. وربحيه المزارع في هذا الامر، ما تنساش ان انت بتوفر له السمات. نعم. وتوفر له التقاوي. نعم. والحاجات دي مدعومه. نعم. فما تيجي تحسب ده هتلاقي ان هو عنده ربح، يعني ربح جيد. جيد. فده يشجعه. جيد. شجعه. يشجعه على الوفاء بالتزامات الدوله، ان هو على كل فدان نعمل ايه في أردب. منظومه الزيت. الزيت الحقيقه دايما يعني انت عارف احنا مصانع الزيوت اللي عندنا اللي هي بتاعت عصر الزيوت. تمام. والتعبئه. انما معظم الحبوب الزيتيه من الخارج. حتى لما بنستورد بنستورد عشان تقلل التكلفه، بتستورد حبوب زيتيه، ما بتجيبش زيت جاهز. وبعد كده بتحوله لزيت خليط. عشان تقدر توفر الزجاجه بكام؟ بالسعر. اللي انا قلته تحت مظله الدعم التمويني. نعم. طيب فالزيوت هل ممكن نتمدد في التعاقدات مع المزارعين ويبقى عندك زراعات تعاقديه؟ آه. ولكن التربه المصريه الحقيقه في زراعة الزيوت، يعني كان هناك أكثر من بحث تقدم للقطاع المصرفي عشان تقدر تعمل جزء من الاكتفاء الذاتي في الزيوت وتزرع زيوت. كان زمان عندنا زيت بذرة القطن. لو تتذكر. نعم. طبعا مع انحصار المساحات النهاردة، تخارج كثير من المزارعين لزراعات أخرى وسلع أخرى
اكثر ربحيه ليهم. فالنهارده اللي انت بتحاول تعمله حضرتك انك تخلق هذه البذره. هيئه وزاره الزراعه عندها مراكز بحوث زراعيه بتجتهد في هذا الامر اجتهاد جيد. انا اتصور اقصى حاجه ممكن تعملها انك تصل الى 10-15% اكتفاء ذاتي من الزيوت، انما هتستمر في استيراد الزيوت. نعم. ممكن تعمل استزراع للحبوب الزيتيه ديت في دول صديقه ولا عباد الشمس ولا غيره. عندنا عباد الشمس كتير بس النسبه قليله يعني. نعم. مع الاستهلاك، انا بقول لحضرتك استهلاك 2.4 مليون طن على مستوى الدوله. خلي بال حضرتك اللي عندنا دلوقتي قد ايه؟ يعني قد ايه زراعات كلها بتجيب لنا الكميه قد ايه؟ لا ما تجيبلكش اكتر من 5% من استهلاك. 5% من استهلاك. وخلي بال حضرتك من حاجه، يعني زي ما بقول احنا عندنا احتياطي وارصده جيده جدا. دي نقطه مهمه جدا. نعم. لما تيجي تبص على ارصدتك من الاقماح، ارصدتك من كام؟ الزيت، الاقماح النهارده 5 شهور. 5 شهور ويتعدى، وداخلين الموسم اهو بعد شهرين. بالظبط. انت هتبتدي الموسم في ابريل. مش كده؟ نعم. وداخل على موسم السكر. نعم. وعندك احتياطي الحقيقه جيد جدا. عندنا ما يتعدى 3.8 شهر. مش كده؟ نعم. لما يجي اتكلم على الرز عندنا 5 شهور، الزيت 4.9. يا دكتور ابراهيم، الرز 5 شهور عندنا؟ اه امال ايه؟ بس ده التمويني. التمويني. خلي بالك، ده الاحتياطي التمويني. مش كده؟ ايوه كده. خلي بال حضرتك. ايوه كده. طيب احنا الاحتياطي التمويني. طب والاحتياطي التاني فين؟ انا هقول لحضرتك، احنا عندنا فائض من القرص. نعم. احنا بننتج 4 مليون طن رز. نعم. شعير. نعم. وبتستهلك قد ايه؟ 3.6. نعم. يعني عندك فائض قد ايه؟ 400,000. 400,000. هم فين؟ الناس بتتاجر فيه. هم فين؟ زي الدولار. ما انا بقول دايما الدولار بقى زي الرز، بس يعني مثل الرز مش زي الرز. يعني بقول النهارده هل انت ما عندكش دولار لدى المواطنين؟ عندك، بس الناس بتعمل مضاربات. فاللي حصل في الدولار حصل في الرز، ابتدى يحصل مضاربات على الرز. ال 400,000 طن الفائض دول. ايوه. عمل عليهم مضاربات؟ امال ايه؟ ومش كده، واكتر من كده، ودخل في سوق الرز ناس، لان الجنيه كان بيكسب 3 جنيه. اقول تاني؟ تاني. الجنيه كان بيكسب 3 جنيه والرز مش بيتلف. تعرف الحبه بتاعت الرز بيبقى عليها الكفر بتاعها. فقاعده كده، فقاعده معانا، وتقعد في اي حته بقى، مش زي القمح هيبوظ. لو انا ما حطيتوش في الصوابع. صحيح. لا، انما الرز يقعد، حطه في شقه وحطه في. فعشان كده بنقول ايه؟ بيحصل مضاربات. مضاربه على الرز طبعا، ده سبب. وهقول لحضرتك، في ناس من بره، التجار مش عايز اذكر المهن، دخلوا يخزنوا رز. بعدين الدولة بقى تدخلت. ايوه. مش كده؟ وعشان كده احنا هننزل الرز فين؟ على البورصة بتاعت السلع. كل ما البورصة تعمل بكفاءة، كل ما السوق يكون أكثر انضباطا. وده اللي احنا بنعمله في الأعلاف. إن احنا ننزل الصويا. نعم. وننزل الذرة الصفراء. فالرز كمان داخل معانا على البورصة. إن شاء الله. طبعا. هو كام طن النهاردة؟ الرز تقريبا. لا النهاردة بص احنا بنوفره تمويني ب 10.5 جنيه. السعر بتاعه. فاهلا رمضان 14.5 جنيه. نعم. واكثر الكيلو. الكيلو. لما بقول بقى مثلا لل 18 جنيه اللي هو كسر. نعم. 3% اللي. نعم. هو بيبقى مغسول ومعمول. امال ايه اللي ب 20 و25 وحاجات كده؟ ما انت هتلاقي. طب ما اللحمه هتلاقي ب 250 و300. الايه؟ اللحمه. ايوه. هتلاقي ب 250 و300. ده موجود وده موجود. دور الدوله هي الاتاحه. باسعار ايه؟ منضبطه. تاني يعني دور اللي عايز الدولة 20 ياخد وال 25 هو ياخد. موجود. بس في ب 10 اللي هو التموين. التموين ب 10 وفي 14 اهلا رمضان. واهلا رمضان. وفي 18 16 و18 كمان. وفي 16 وفي 18 على حسب نوعيات. الحبه وعلى حسب الكسر، واللي بينفع يتحط في المحشي غير اللي بينفع بيتعمل عشان تاكله مع الخضار. خلي بالك الثقافه الاستهلاكيه بتاعت المجتمع المصري في رز للمحشي ورز تاني. طبعا. امال ايه؟ المصريين ذواق. نعم. خلي بالك طبعا. يا احمد بيه. نعم. لما جبنا رز صيني. الناس قاموا علينا، قال لك دول جايبين رز بلاستيك. هو مش بلاستيك، لو جبت رز بلاستيك هيبقى اغلى. بطلتوا تجيبوه؟ طبعا. الصيني خلاص. احنا عندنا هو احنا جبناه ليه؟ لما لقينا ان في مضاربات. ده فتره سابقه. اما بتلاقي مضاربات وناس بتحبس السلعه تعمل ايه؟ تستوردها وتغرق السوق. يقوم يطلع اللي عنده. مش كده؟ نعم. لانه هيعمل بيه ايه؟ نعم. ما هو موجود ومتاح. نعم. زي الرغيف ابو 2 جنيه ونص وابو 3 جنيه. نعم. لما يلاقي ان هو بيتباع ب 90 و90 قرش و95 قرش مثلا هيخفض. طبعا. المشكله عندنا ان في ناس بتضع هوامش ربح كبيره جدا. كبيره. ما تقدرش تقول له حاجه عشان
سوق حر، سوق يقول لك بس سوق ده موجود وده موجود، بس في ناس والدوله بتتدخل، ناس بتستغل الظرف للاسف. انا بسميهم البعض. تجار القرنص، فاكر زمان حياتك ايام الكامب والمستعمر وبتاع، وكان التجار دول بيعملوا ارباح، فدول انا بسميهم تجار القرنص. فالنهارده انت بتحاول تتعاطى مع هذا الامر بادوات اقتصاديه جيده جدا. وجبنا رز من الهند، جبنا رز قبل كده من الهند وجبنا من الصين، بس دلوقتي انت دلوقتي خلاص انت مش محتاج، عندك فائض ده رقم واحد، اتنين عندك صعوبه في تدبير الدولار، طب ما يروح ليه شيء اخر. ما خلي بالك النهارده الدولار بقى عزيز، نعم مش كده؟ نعم. والاسعار الصرف، وبقى عندك سعر صرف مرن، نعم تمام؟ نعم. فبالتالي انت بتتوخى الحذر في استيراد سلع، فلازم يكون هناك اولويات في الاستيراد، زي ما كان هناك اولويات في الافراج الجمركي عن السلع في المواني، مش كده؟ قلنا اول حاجه نعم. الغذاء، ثم الدواء، ثم الحاجات اللي تتعلق بالبتروكيماكال، نعم. فلازم يحصل اولويات، تمام؟ وانت النهارده ابتديت تصدر، يعني مثلا في حصلاتك الزراعيه ده انت صدرت ما يتعدى 6.5 مليون طن، نعم. انت اكبر دوله النهارده بتصدر موالح، نعم. مش كده؟ نعم. فبالتالي اصبح هناك يعني اسواق اتفتحت ليك، النهارده مثلا اصبح عندك في الاسواق 80 سوق للحاصلات الزراعيه جديد. لاول مره ده 80 جداد، لا مش يعني اجمالي 80 اجمالي. انت كان عندك كام؟ كان عندك 20 25 سوق، النهارده بقى عندك 80 سوق للتوريد اليه. خلي بالك التغيرات المناخيه فرضت على بعض الدول ان الانتاج الزراعي بتاعها هيبقى محدود، ففي فرصه انك انت استفدت من تحديات الاخر، انك انت اصبح لك تواجد ومكان في السوق العالمي. الاسبوع بدايه اهل رمضان الاسبوعين اللي فاتوا دول تاثيره ايه؟ رصدتوه ازاي؟ جيد جدا. بص النهارده وحضرتك تابعت ونزلت كاميرات البرنامج وشفت الناس اللي بتاخد كراتين، نعم. وبتاخد احجام كبيره، وانا عارف ان علاء الدكتور علاء كان معاك امبارح وبيتحدث في هذا الامر. احنا بنتابع عن كثب ما يحدث الحقيقه، والحقيقه الناس ابتدت تهدى بقى. هي الناس دايما بتختبر الدوله. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ينزلوا بكثافه ويشتري. فاكر فخامه الرئيس لما قال لك انا مش هحط حد للسلع، اللي عايز يشتري نعم يشتري. تمام. فالناس دايما بتختبرك، فينزلوا بكثافه ويبتدي ان هو يهجم على السلع. خلي بالك احنا كمان عندنا ثقافه التخزين لدى المواطن المصري، ثقافه التخزين، مش عايز ينزل كل يوم، مش بس ياخد اسبوع كده، عايز يعمل زي الدوله، يعمل احتياطي استراتيجي عنده في البيت، نعم مش كده؟ نعم. ماشي، يعمل احتياط استراتيجي، واحنا هنعمل ايه؟ استيعاب، نزود نعم لغايه ما الدنيا تستقر، نعم. والمواطن ما هو يعمل احتياطي، مش هينزل كل يوم بالظبط، والمواطن يطمئن شويه، يطمئن مش كده؟ نعم. ما هو خلي بال حضرتك لو انت نزلت النهارده على مكان او على رف ولقيته فاضي هيحصل بلبله، انما لو انت بتاخد من الرف ده وبعد دقايق او اتملى. ساعات اتملى خلاص، اطمئن، ما عنديش ازمه، مش كده؟ نعم. ايه اللي حصل في بريطانيا وفي امريكا؟ لما لقوا الارفف فاضيه ومفيش استيعاب، طبعا مش كده؟ سرقات، نعم، وهجوم. ده بدأ امبارح، كنت بتكلم على الحاجات اللي حطوها دلوقتي زي الموجود على بتاعت الانذار، امنيه، حط جنزير وسلسله ومش عارف الزبادي، الحمد لله حاجات عجيبه. الحقيقه الحمد لله، انا بقول الدوله المصريه نعم قدرت ان هي تتعاطى مع هذه الازمه العالميه. انا ما بقولش ما جالكوش اي شكاوى؟ لا الحقيقه اهلا رمضان شغال بكفاءه جدا. الاسعار ما جالناش اي شكوى تتعلق بالسعر. كانت في الفتره الاولى كان في هجوم غير مسبوق، فحصل زي ما حضرتك قلت اقبال كبير كبير كبير، فاق، فبعض الحاجات اختفت، مش اختفت، اتشالت الناس خدتها بسرعه. تمام. فاحنا زي الزيت وغيره وغيره، زي الزيت. بس خلي بال حضرتك اهم ثلاث سلع للمواطن في مصر ايه؟ العيش، قمح يعني، ايوه، الزيت، ايوه، والسكر، والسكر، والرز، دول ومعهم الرز يجي بقى بعديهم. يجي بعديهم، نعم، تمام. في المواسم مثلا رمضان، انت عندك بعض المحافظات ما بتاكلش رز، نعم، في محافظات كثيفه استهلاك واستخدام الرز، نعم، تمام. انما الاساسي فلما حصل عملنا استيعاب، خلينا المصانع تنتج اكتر، تمام، اشتغلوا ثلاث ورديات، فبالتالي بقى حجم المعروض. بترصدوا قد ايه السحب؟ بترصدوه؟ طبعا المسحوبات، انا هقول لحضرتك في رمضان، لا دلوقتي معرض. هتلاقي مثلا انا بقول شهريا، شهريا، السلع ديت حجم المسحوبات بتاعتها يصل الى من 10 ل 12 مليار جنيه. انهي سلع اللي انا بتكلم فيها دي؟
في الشهر شهريا. ايوه من 10 من 10 ل 12 مليار. ومحدش هيقول لحضرتك الرقم ده غيري. السلع دي استهلاكها من 10 ل 12 مليار جنيه. اللي هم ايه؟ اللي هم ايه؟ السله السلعيه الاساسيه. السله الاساسيه. احنا عندنا السله الاساسيه بنتكلم على 12 سلعه. تمام؟ فدولت اللي هي اكثر استهلاكا واستخداما بالنسبه للمواطن. من 10 ل 12 مليار. من 10 ل 12 مليار. احنا بنصرف تقريبا في الشهر على كل الطعام والغذاء وبعض المشروبات 60. 60 مليار؟ 60 مليار في الشهر. اه في رمضان بيزيد ل 100. رمضان بيزيد ل 100. بيزيد ل 100. من 60 ل 100 مليار. ل 100 مليار. شهر رمضان. في شهر رمضان. شهر رمضان حجم انفاق 100 مليار على الاكل. على الاكل. ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. والله ربنا يزيد لا ويبارك. لا كويس، بس احنا بلد كبيرة. طبعا آه. انا بقول لحضرتك كميات 23 مليون طن قمح. ما شاء 3.4 من 10 مليون طن سكر. 2.4 من 10 مليون طن ده الاستهلاك. زيت. مليون طن دجاج. اللحمة عندنا الحقيقة وفرة 12 شهر. 12 شهر. الدجاج. بتسالك قد ايه لحمة؟ احنا لا ما اقدرش، مش متذكر الرقم الحقيقي. لكن مليون طن فراخ. بس احنا بنتكلم، احنا بنتكلم تقريبا على الدواجن 1.2 من 10، 1.4 من 10، واللحوم تقريبا مليون طن. اللحوم تقريبا استهلاكنا السنوي مليون طن من اللحوم. والسمك. بس طبعا السمك اقل. اقل طبعا. الحقيقه يمكن غالي. السمك مش لا مش مستساغ مش قوي. مش مستساغ قوي. ايه ايه تاني مش مستساغ قوي. ليه؟ الناس عارف اكتر نوع من اللحوم الناس بتستهلكه؟ الدواجن. عشان بروتين. انما السمك هتلاقيه في المحافظات بتاعه بحر. اكثر استهلاكا. هتلاقي الناس القاهرين يروح مثلا يوم في الاسبوع او شيء من هذا القبيل. فاحنا عندنا احصائيه بكل محافظه استهلاكها قد ايه من كل الاصناف الرئيسيه من السلع. مختلفه المحافظات طبعا، كل محافظه وليها ثقافه في الاستهلاك وفي الطعام. يعني زي ما بقولوا في الصعيد له ثقافه في استهلاك بعض السلع، بحري له طبيعة خاصة، الدلتا لها طبيعة خاصة، فأنت بتقدر ترصد ثقافة الاستهلاك في المحافظة والكميات اللي بيتم استهلاكها. وفي مواسم الاستهلاك بيصل إلى القمة زي رمضان. مش كده؟ العيد بيبقى في مواسم العيد الناس بتشتري أنواع معينة، فده كله لدينا إحصائيات ورصد بيه. حجم التجارة الداخلية إيه؟ 2.3 من 10 تريليون جنيه السنة الماضية. مساهمة التجارة الداخلية في إجمالي الناتج المحلي العام المنصرم، أتكلم إجمالي الناتج المحلي كان 406 مليار دولار، يعني بسعر الصرف القديم كان 8 تريليون. كان مساهمة قطاع التجارة الداخلية 2.3 من 10 تريليون جنيه، اللي هي تمثل ما يقرب من 22% من إجمالي الناتج المحلي. وده شيء جيد جدا، لأن التجارة ما بتزيد معناها أن هي بتشد الصناعة وراها. تاني، التجارة هي قاطرة الصناعة. مش هيبقى في تجارة لو ما فيش صناعة. نعم. مش كده؟ نعم. إنما كل ما يكون في صناعة يبقى في تجارة. إحنا عدد المنافذ قد إيه على مستوى مصر؟ 4 مليون منفذ. أقول تاني؟ 4 مليون منفذ، مش بتوع أكل وشرب وطعام بس، أنا بتكلم إلكترونيات وملابس. مصر كبيرة قوي يا أحمد بيه. طيب قبل ما نختم الجزء الخاص بالتجزئة، إن كله نضم كل ده يبقى قطاع رسمي، ما عنديش حد بيشتغل لوحده. في نوع من بنسميها الفاينانشال انكلوجن أو الشمول المالي أو التضمين المالي. إنك أنت تبدأ في جذب هذه. عندنا هقول لحضرتك جت منين. اتفضل. عندنا حاجة اسمها شركات التجارة الإلكترونية زي أمازون وجوميا وطلبات، دي كلها شركات تجارة إلكترونية، وابتدت إن النهاردة يبقى لها حصة كبيرة في السوق. نعم. الناس دي بتاخد بضاعتها منين؟ بتاخدها من شركات صغيرة. الشركات الصغيرة دي ولا عندها بطاقة ولا عندها سجل تجاري. تاني. نعم. 80% من سلاسل إمداد شركات التجارة الإلكترونية هي شركات صغيرة ليس لديها إمساك دفاتر. فبالتالي النهاردة لما تحول هذه المنظومة تبقى جزء من الاقتصاد الرسمي ويبقى جزء من الشمول المالي، بس لازم نحفزها. وده كان كلام الحقيقه لقاء الامس مع دوله رئيس الوزراء ان يكون هناك تحفيز، يكون في ادوات الكترونيه، يبقى في بوينت اوف سيل المكنه عشان يعرف يستخدمها ويعرف الرصيد بتاعه، واما يعرف الرصيد بتاعه انت تقدر تموله من القطاع المصرفي. فبالتالي انا شايف ان هي مبادره جيده جدا، ان شاء الله يكتب لها النجاح
عشان تصل إلى نسبة كبيرة من هذه المتاجر التجزئة اللي بتشتغل بالكاش تشتغل بإيه؟ بأدوات السوق الجديدة. دكتور إبراهيم شرفتنا النهاردة. شرفت بحضرتك. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا فضل. بعد الفاصل ضيوفي الكرام الأهلي والزمالك القمة المرتقبة يوم السبت الجاي إن شاء الله شرفنا كابتن عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، كابتن أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق، كابتن رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق، دكتور طارق الأدور الناقد الرياضي. لكن نتابع هذا التقرير في إطار أيضا المنافذ والسلع والتخفيضات. الهلال الأحمر أيضا دخل معانا على الخط، خط إن احنا كمان الهلال الأحمر عنده مواقع وأماكن خاصة بكورونا والتطعيمات، قسم الحاجات دي بقى جزء يطعم الناس وجزء تاني عنده إتاحة للسلع بأسعار مخفضة، قد تكون زيادة شوية في بعض الحاجات وبعض الحاجات رخيصة، ولكن هي مبادرة أيضا إيجابية. نتابع ثم أستقبل ضيوفي الكرام. بعد ارتفاع الأسعار الذي شهدته الأسواق المصرية خلال الأشهر الماضية، وفي خطوة سريعة قامت كل جهة بتقديم ما تستطيع من أجل دعم الأسعار وتقديمها مخفضة للمواطنين، وقد قام الهلال الأحمر بافتتاح 10 منافذ بيع للمنتجات الغذائية الرئيسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمحافظة المنوفية، وتقوم هذه المنافذ بتوزيع كراتين تحيا مصر. وتيسيرا على المواطنين افتتحت هيئة الهلال الأحمر تلك المنافذ بمقر خيماتها التي تقدم خدمات تطعيم فيروس كورونا، الأمر الذي جعلها معروفة لدى الجماهير، كما تقدم خدمات قياس الضغط والسكر والتطعيمات مجانا للمترددين عليها. الحمد لله احنا بدأنا المنافذ تدشين المنافذ من حوالي شهر او حوالي بالضبط 25 يوم تحت توجيه السيد محافظ المنوفية طبعا والقيادة السياسية، وكان الحقيقة داعم لنا جدا في موضوع اللي هو المحافظة وفرت لنا الأماكن اللي احنا نقدر نقدم فيها خدمات الهلال الاحمر المصري، اللي احنا بنعمل منافذ وبنوفر الحمد لله السلع الغذائيه باسعار تنافسيه في السوق المصري، وبدانا الحمد لله في المنوفيه وان شاء الله هتتعامل على مستوى الجمهوريه ان شاء الله في القريب العاجل. يعني الهلال دايما في خدمه الجمهور وفي خدمه الناس ان احنا نوفر لهم كل النواقص وكل المنتجات، في اقبال بيبقى اقبال حلو، لان يعني زي ما انت حضرتك شايف الاسعار هنا اقل من بره، فبيبقى في اقبال في جميع المنافس بتاعتنا. ما شاء الله يعني علينا اقبال شديد، لان اسعارنا طبعا بالنسبه لبره كويسه جدا، والحمد لله في اقبال شديد على المنفذ. يعني الرز طبعا عليه اقبال شديد، الزيت، البقوليات عشان اسعارها برضو بالنسبه لبره، فدايما بنوفر لهم الرز لان فعلا سعره بقى احسن من بره كتير. بدانا انشاء وحدات لتطعيمات فيروس كورونا، فكان الاول بدايه في وحدات ثابته وفي وحدات متحركه، فالوحدات الثابته كان في وحده ثابته في الجمعيه، وهنا الوحده الثانيه وهي درايف، كانت عباره الاول عن درايف ثرو. الدرايف ثرو المواطن يقدر ياخد اللقاح وهو داخل العربيه بتاعته. بس مؤخرا حصل لما جت فكره انشاء المنافذ لتخفيف الاعباء على المواطنين وتنفيذا لمبادره حياه كريمه ان احنا نبيع السلع باسعار مخفضه، فالدرايف ثرو اتقسم لنصين، نص ومركز ثابت لتلقي لقاح فيروس كورونا، والنص الثاني المنفذ السلع الغذائيه. الاول في مركز تلقي لقاح فيروس كورونا ان هو هيقدر ياخد لقاح فيروس كورونا النوع اللقاح المناسب ليه، وايا كانت الجرعه فهي متوفره، وبنقدر نقيس له ضغط، نقدر نقيس السكر، نقدر نشوف وزنه طبيعي ولا لا، ونقدر ننصحه ان هو يتوجه لو هو حابب، لو هو عنده مشكله معينه او عنده سكر مرتفع او كده نقدر نوجهه للمكان الانسب له. في اما بقى في منفذ السلع الغذائيه فبيتم توفير السلع الغذائيه باسعار مختلفة. الناس دي شفت لهم موقف انا امبارح، حبيت اقول على الهوا ان جالهم راجل ظروفه الماديه مش مظبوطه ومعاه طفل تعبان، وقاموا كلهم ان ادوا له طلباته من غير ما ياخدوا منه فلوس، فدي حاجه احب اشكرهم عليها واشكر الناس دي، لان الناس دي ناس محترمه. حلوه والله تبع الهلال الاحمر، والله ناس محترمه وناس كويس، ونهار ما كانوا بيفرقوا الكراتين ادونا والله، لان احنا 8 افراد، هجيب كيلو رز هجيبه ب 20 جنيه من بره، بجيبه ب 14،
والله واخدها ب 14، ومكرونه رخيصه وكل حاجه رخيصه، والكرتونه مدينها لنا رخيصه بتحت يا مصر، ومدين لمراتبنا عشان مراتبنا عندها اعاقه مدينها الكراتين ببلاش. انا حضرتك موظف الخيمه دي والله كتر خيره، اولا نقول تحيا مصر تحيا مصر وربنا يخلينا السيسي بصراحه، بس الاسعار نفس الاسعار بره، ويمكن اسعار بره يعني هنا اغلى من بره. ليه كده؟ وانت عارف الواحد موظف بسيط وغلبان يعني يجيب منين؟ وانا بجوز ثلاث اولاد والله، بجوز ثلاث اولاد بنات، يعني اجيب لهم منين حته؟ موظف غلبان على قدي، خدت بالك حضرتك؟ المفروض احنا عايزين مساعده، عايزين ربنا يخلي السيسي بصراحه، عايزين رقابه بس، رقابه على الاسعار بره. في حاجات وفي حاجات، يعني في حاجات موجوده مريحه وفي حاجات نفس السعر بره. يعني اما تبص قائمه الاسعار الجماعه هنا بتوع الهلال الاحمر منزلينها، في اسعار كويسه وفي اسعار مرايه يعني برضو زي بره زي السوق ماشي. فيا ريت والله يا ريت يبقى فيه يعني حاجه كويسه، لان الناس كل مدى في ضغط نفسه والله. محمود حافظ لبرنامج على مسؤوليتي.